منذ أزيد من 10 سنوات، ونحن كسلاليين وكمهتمين بهذا الموضوع حاولنا التنظيم في إطار لجنة تحضيرية اللي استطعنا أننا نغطو فيها جميع الجهات المملكة المغربية مباشرة بعد الأوراش الجهوية لسنة 2014، وخاصة مباشرة كذلك سنة 2015 بعد المناظرة الوطنية للسياسة العقارية اللي كانت كتميز بالرسالة الملكية لتوجهات المشاركات المشاركين، واللي كانت كتحمل عنوان العقارات الجماعية رافعة قوية للتنمية. يأتي يجي الخطاب الملكي التاريخي كمرجع لورش الجماعات السلالية سنة 2018 أمام نواب الأمة، لعلى إثره بدأت وزارة الداخلية في أجراءات هذه التعليمات، وتم إصدار قوانين جديدة بدل تعديلا لظاهر 19-19 اللي كان كينضم أراضي الجموع. هذه القوانين ترتان القانون تابعة مذكرات كثيرة، إلا أنه الآن وللحمد لله كان للهيئة الوطنية للجماعة السلالية اللي تأسست سنة 2019 دور كبير في التعبئة والتحسيس ومواكبة هذه المستجدات، سواء في اللقاءات الرسمية أو المنظمة من طرف المهتمين الجمعويين الأساسيين من جميع المنظمات المواكبة لهذا الورش. وإحنا من جهتنا كما قلت حاولنا الحضور في مجموعة من المحطات عبر مختلف جهات المملكة للتعبئة والتحسيس لهذه القوانين الجديدة، ولتحسيس السلاليات والسلاليين لفهم فعلا ما لهم وما عليهم. إلا أنه الآن كنصطدموا بعض هذه التعليمات، الحمد لله التعليمات الملكية والقوانين الترتيب القانوني اللي كنقول كثيرة وكثيرة جدا على أرض واقع، وهناك الوصاية الداخلية اللي هي كتهم الورش الجماعات السلالية، واللي احنا ما كانش عندنا عليها شي إشكال أو شي تحفظ في الوصاية على الجماعات السلالية. إن الإشكال الآن اللي كنصدموا به أنه على مستوى أرض الواقع مع الأساس هناك غياب للجماعات السلالية، هناك غياب للهيئات النيابية، هناك غياب للمجتمع السلالي، حيث أنه ولات السلطة هي اللي فرض رأسها، هي اللي متواجدة، هي اللي كتلعب في التيران بوحدها، وبالتالي هادشي ما غيخدمش الورش الجماعات السلاليين، ما غيخدمش السلاليين، ما غيخدمش في الوقت اللي السلاليات والسلاليين كينتصدروا يستنفعوا بالعائدات ديالهم من اراضي الجموع اللي مازال معلقه هنا. وهنا اعطي مثال بعائدات زاويه بن صميم اللي مازال معلقه وتم اقبار ملفها، وحنا الان بصدد اعاده تعبئه السلاليات والسلاليين لفعلا لتجديد الطلب والنضال في هذا الموضوع. قلت هناك المدخرات اللي تم تهميشها، قلت هناك تفويتات كثيرة في غياب هيئات نيابية والجماعات السلالية اللي ما كتخدمش السلاليات والسلالية كثيرة، في العرائش، في الخنيفرة، في زايدة، مؤخرا عاد جيت من الرشيدية، مجموعة ديال المناطق هناك تفويتات كثيرة كما قلت في غياب الهيئات النيابية. لهذا أقول للسلاليات والسلاليات لا خيار لكنا ولا خيار لكم إلا توحيد الصفوف لانتزاع هذه الحقوق المشروعة. وهناك تجي هذه الفكرة ديال تأسيس مرصد حقوقي وطني ترافعي من أجل الترافع ومساندة ضحايا الشأن السلالي للوصول فعلا للتنزيل السليم، خاصة التطبيق التعسفي الذي رافق مرسوم جوج 1973 الفقرة اللي كتهم مفهوم الإقامة، واللي مع الأسف مجموعة النواب سمحهم الله والسلطات المحلية اللي تعسفت اللي نزلت واحد التطبيق تعسفة وتم إقصاء سلاليات وسلاليين داخل المغرب وخارجه. وبالتالي واستغل هذه الفرصة لأجدد ندائي للسلاليات والسلاليين وأقول علينا توحيد الصفوف للوصول إلى تأسيس إطار الحقوق الترافعي لكافة السلاليات والسلاليين، وشكرا وتحية عالية للجميع. هذه الهيئة سيكون عملها موازي للعمل الهيئة الوطنية الجماعات السلالية، ولا قد يكون هناك تكامل بين الهيئتين؟
الهيئة الوطنية للجامعة السورية كما قلت هي الآن مقبلة مشرفة على مؤتمرها الأول، وكما قلنا هي كان لها دور استشاري وتحسيسي وتكوين، واللي الحمد لله استطعنا أننا ننجزو داك الشيء اللي قدينا، ما غنقولوش أننا حققنا الأهداف اللي كانت كاملة متوخت، ولكن الحمد لله على مستوى أرض الواقع هناك تواجد للهيئة الوطنية للجامعة السورية من خلال التنسيقيات الجهوية الكثيرة اللي كتشتغل، وهي اللي غادي تعمل إن شاء الله لإنجاح المحطة الأولى للمؤتمر التأسيسي. على مستوى الاشتغال أكيد أنه فعلا غادي يكون هناك تنسيق بين الهيئتين، الهيئة الوطنية للجامعة السورية والإطار الوطني للحقوق والترافع كما قلت للجماعات السلالية.